طالعين دلوقتي علشان نجيب حق الشهداء وحق المعتقلين اللي في السجون واللي بيعذبوا فيهم، وعشان رئيسنا الشرع يرجع لنا. ومش هنسكت ومش هنقعد في بيوتنا الا لما حقنا يرجع لنا، وحق اولادنا المعتقلين وحق اولادنا الشهداء اللي ماتوا. احنا هنفضل كده لغايه ما نسكت ان شاء الله، وباذن الله هيقع وهيسقط، لان هو رئيس مش شرعي، وهو خاين وجبان وعميل للامريكان.